مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اكيد في هذه اللحظات يكون معنا طبعا طبيب النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله، نطمن على طبعا الالتحامات الكبيره والاصابات النهارده اللي ما كناش بنعمل النهارده نشوف هذا الامر. طمنا يا دكتور النهارده، بنقول هارد لك اكيد للنادي الاهلي، لكن عايزين نطمن بشكل عام النهارده على الالتحامات الاصابات من عيم السوليه اللعيبه، ايه نظامنا؟ يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله على النتيجه والحمد لله على الاداء والحمد لله على الاصابات اللي كانت موجوده. طبعا المباراه كانت قويه، كان في بعض الالتحامات الشديده وديت نتج عنها بعض الكدمات الشديده اللي احنا عانينا منها في الشوط الاول. كان في كدمه شديده لطاهر، دي كانت في الشوط الاول، كانت فوق العين، عملت زي تجمع دموي وكده فوق العين، انما يعني ربطناه له بحيث ان التورم ما يزيدش فيقدر يكمل مشاركه في المباراه، والحمد لله كمل. يعني منعم بقى اللي كان حصل الالتحام الشديد بالراس، يعني عمل دوخه شديده جدا في وقتها. بنعمل طبعا اسسمنت في الملعب بحيث ان احنا نطمن على الحاجات اللي هي حاجه اسمها الشورت تيرم ميموري، الذاكره المؤقته والتوازن والحاجات ديت، نطمن ان هو مش ارتجاج او مش اشتباه ارتجاج في المخ. الحمد لله الحاجات بتاعته كلها كانت مطمئنه. كانت الدخل شديده جدا لغايه لما خرج لاوضه اللبس، اموره الان دلوقتي مستقره جدا، هيفضل معانا تحت عينينا تحت الملاحظه، في بعض الاعراض بنتابعها لغايه لما نوصل القاهره ان شاء الله باذن الله. متوقع الوصول هيكون على الساعه 11:30 12، هتكون مده كافيه ان احنا نطمن عليه. لو في حاجه قلقانه او حاجه يعني احنا لسه مش مطمنين ليها قوي، احتمال نعمل له بعض الفحوصات بعد ما نوصل القاهره ان شاء الله باذن الله، انما عموما اموره الحمد لله مطمئنه حتى الان. يعني عفوا، شكرا. ربنا يشكر اكيد طبعا رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله طبعا على هذه التصريحات، وبنتمنى ان شاء الله ربنا يبعد كل الاصابات الحقيقه عن نجوم النادي الاهلي، لان لسه عندنا مشوار طويله كابتن ايمن. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لكل النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضاء النادي الاهلي.